ايوه تمام. يقولوا كده، الراجل بيعامل الام كويس اعرفي انه هيبقى زوج كويس. اكيد الاهتمام خلى عندك مسؤوليه واحترام للمراه، يعني الاهتمام صحيح. اهتمام الام بيك واحترامك ليها خلاك يعني يبقى عندك مسؤوليه تجاه المراه. طبعا في ناس تانيه بيبقوا عندهم تدليل زايد فبيفسدوا، يعني طبعا. التدليل والاهتمام طبعا بيفسدهم. طبعا طبعا. فين السؤال بقى؟ انا هقول لك السؤال. انت ولد وحيد، الاهتمام عشان سرحت منك بس معلش. الاهتمام خلى حب والدتك ده يديك مسؤوليه ولا احساس بالدلع والتدليل؟ اوكي انا معلش لا لا الغلطه عندي انا اللي سرحت والله. لا الاهتمام منها ليا ده على مراحل. في الاول هي بتحبني كابن بكري، بس برضو انا عشان امي ست شديده، ست قويه، وابويا كان راجل شديد، فهم ربونا على فكره ان انا لا انت بتعتمد على نفسك من اول ما تبقى انت شاب. شاب دي يعني بتتكلم 18 سنه زي النظام بتاع بره بالظبط. تعتمد على نفسك يعني انت تصرف على نفسك ولا تعتمد على نفسك ازاي؟ ماديا، يعتمد على نفسك كل حاجه ماديا. يعني لازم ان انت تبقى راجل ملتزم بقى كده، وتعرف انت تعرف ازاي تكون ليك حياه بعد كده، عايش معانا وكل حاجه، بس احنا عايزين نخليك راجل، فاهماني؟ فلما امي احتاجتني فكان لازم اكون ابن التربيه اللي هم ربوها لي. طب ده يخليني ارجع لحاجه. اتفضلي. فكره ان التربيه من وانت 18 سنه فانت شخص مسؤول، معنى كده انك نزلت بدري الحياه حقيقي. زي ما تقول بهدله بقى، وكونك وصلت انك بقيت نجم من النجوم الموجوده على الساحه الفنيه وبقيت معروف وادوارك، فاذا الطريق ما كانش سهل خالص، والحياه ما كانتش زي ما ناس كتير فاكرين ورديه بقى، وانت بقيت كده جالك دور ورحت. الحياه كانت صعبه. اشرح لي الحياه كانت عامله ازاي معاك لغايه ما وصلت بقيت وليد فواز الجوكر في الدراما المصريه. اولا بشكرك طبعا يعني على 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 لفظ الجوكر يعني. لا بس دي حقيقه، لان انت في اي دور بتتحط بتلعبها. اشكرك جدا يعني. هو بس انا عايز اقول حاجه، بس انه انا مش عشان انا خرجت اعتمد على نفسي بناء على تربيتي ان معنى كده ان انا هم اتنازلوا عنك. لا انا لا. كنت بشوف انت شقيق قد ايه كراجل كولد. يعني بصي انا انا عملت انا فيك ايه انت يعني انت اشتغلت ايه في 18 سنه؟ اكيد مش يعني تمثيل. لا مش تمثيل طبعا. انا كنت هقول لك انا مثلا ممكن اروح اشتغل مساعد اللي هو بيسموه مسؤول عاملين في شركه صغيره في منيا القمح مثلا، تمام، في الشرقيه. ممكن قبلها كمان حاجات اقل في الكاتيجوري شويه، ان انا مش هتكسف اقول لك كده ان انا في يوم من الايام مثلا انا رحت اشتغل مثلا في كافيه. في الاول بداتها بستيورد، بعد الستيورد ده ممكن اوصل ابقى مساعد كابتن في الصاله مثلا. مش عيب. مش عشان انا بالعكس، لا ده انا عشان عايز ابدا اتعلم الشارع ده ماشي ازاي، الحياه ماشيه ازاي. بالعكس تفاصيل الايام دي كانت عامله ازاي؟ يعني العمل ده شيء مقدس وحلو ان حد يبقى عصامي وحاسس بالمسؤوليه بالزبط. وبيشتغل في الشغلانه عيب اصلا، بالعكس. هحكي لك على حاجه واسف على مقاطعتك. انا مثلا كانت امي تقول لابويا الله يرحمه تقول له انت هتسيبه كده مثلا بيشتغل نفسه بزياده؟ قال لا خليه عشان يبقى راجل، انا فرحان بيه. طب انت في كل ده وليد وانت بتشتغل ستيورد وانت بتشتغل من انا دي تجربه مني القمح، لسه عايز اعرف بقى لما جيت عملت ايه. كل ده كان في دماغك انك تمثل ولا ما كانش لسه ظهر موضوع التمثيل في حياتك؟ التمثيل كان عندي من بدري جدا، بس انا قلت اركنه شويه لان انا كنت عايز اكون صيدلي اصلا. بجد؟ اصلا تدخل لا احكي لنا بقى، لان الموضوع الصيدلي دي جديده. بصي انا في الثانويه العامه كان حلم حياتي ان انا اكون ممثل، فروحت قلت لابويا قال لي لا تاخد شهاده. قلت له خلاص يبقى صيدله. ليه صيدله؟ عشان انا كنت شاطر قوي في الكيمياء، بحب الكيمياء قوي قوي. تمام. جبت مجموع كويس 95% في الثانويه العامه. تمام. كان فاضل لي 5%. انا الجيل اللي اتطبع عليه اللي هو المستوى الرفيع والحاجات دي. فكان فاضل لي 5% عشان اخش كليه صيدله. فروحت لابويا قلت له طب ما تدخلني مع التمثيل. قال لي مفيش الكلام ده. راح مدخلني الجاره انجليزي عشان نستثمر الايه المجموع. فدخلت الجاره انجليزي، رحت ساب الدراسه ودخلت فريق التمثيل في المسرح. رحت على المسرح وجهتك على طول المسرح على طول. وكنت فاشل جدا في الدراسه، في ده حقيقي عشان في الجامعه يعني. اتخرجت خدت الشهاده لابويا اتفضل عايز اخش مع التمثيل. قال لي لا. راح واخدني بقى على برضه على 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 انه عايز يشغلني بقى حاجات تبعه يعني، فاهم يعني اشتغل ناس صحابه وبتاع. اتخنقت 6 شهور اتخنقت. جيت له قلت له صراحه انا عايز انزل القاهره، مش هقدر اكتر من كده. نزلت القاهره وافق.
على مضض، بس امي كانت هي اللي كانت مبسوطه بده. بس قبل